مساء الخير يا باشمهندسين جميعا. النهارده حضراتكم هتشتغلوا ان شاء الله الفريمز الانترنال فورسز اوف فريمز. هيكون معاكم النهارده باشمهندس عمرو فايد. انا بس هبدا مع حضراتكم كده شويه لوجيستكس، وبعد كده باشمهندس عمرو هيبدا على طول الشرح ان شاء الله. assignment 1 حضراتكم خلاص المفروض سلمتوه. assignment 2 assigned النهارده على الالمس، مطلوب من حضراتكم تسلموه قبل يوم الخميس، علشان assignment 3 المفروض يتسلم برضو within نفس الأسبوع اللي احنا فيه. هفتحه لحضراتكم بإذن الله من يوم الجمعة، وهيتسلم لغاية يوم الثلاث اللي بعده، علشان بعد section النهاردة إن شاء الله هتبقوا كمان تقدروا تحلوا حاجات بعد كده. فالسيمستر ماشي بسرعة، حضراتكم عارفين كويس إنه CS 111 بدأ متأخر. الكورس ان شاء الله مش صعب، لكن محتاج شغل. اللي درس في حضراتكم الكورس قبل كده عارف ان الكورس محتاج شغل اول باول، فبليز ما حدش يستهتر. قلت لحضراتكم قبل كده وبقولها تاني، الناس اللي سلمت اوريدي الاساينمنتس قبل كده لانها كانت حاضره الكورس قبل كده، بمنتهى البساطه لو حضرتك سلمت نفس الاساينمنت تاني ولا انا ولا حد غيري من المعيدين هنعرف، خصوصا لو كنت حضرتك اوريدي بتسلمه اونلاين. لكن حضرتك هتبقى بتغش نفسك قبل ما بتغشنا، احنا مش هيفرق معنا حاجه خالص درجه الاساينمنت وهتاخدها وخلاص، لكن حضرتك هتبقى بتغش نفسك، لان حضرتك معنى ان حضرتك بتعيد الكورس تاني يبقى حضرتك في حاجات ما كنتش فاهمها، يبقى حضرتك محتاج براكتس تاني. فبليز ما حدش يضحك على نفسه ويعمل كده. انا بدات الريكوردنج. باشمهندس عمرو، باشمهندس عمرو فايد، مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا باشمهندس، اتفضل. معلش اسف على التاخير، اتفضل حضرتك السكشن. شكرا ليك، شكرا لحضرتك. مساء الخير يا باشمهندسين. الناس شايفين البرزنتيشن كويس والصوت واصل كويس؟ يا ريت حد يكونفيرم معايا. اه باشمهندس، تمام. طيب تمام، احنا النهارده هنبدا نوع جديد من الاستراكشرز اللي انتوا بتدرسوها. انتوا خدتوا قبل كده انكم تحلوا البيمز تجيبوا الانترنال فورسز فيها، وخدتوا بعديها زي نوع مختلف شويه من البيمز، ان البيمز بدات تبقى انكلاين. النهارده هنخش على ثالث حاجه معانا وهي الفريمز. اول حاجه انا عايز اقولها لك هي الفرق الاساسي بين الفريم وبين البيم. لما نيجي نقول الفريم، الفريم عندي هو مكون من كذا ممبر، كل الممبرز دي ماسكه مع بعضها. يعني ايه ماسكه مع بعضها؟ يعني في بينهم وبين بعض علاقه. انا هنا عندي اي دي، الممبر اي دي ده في ممبر دي بي، التو ممبرز دول، ده ممبر لوحده وده ممبر لوحده. ده معناه ان هما الاثنين عند الجوينت اللي متقابلين فيها دي بيدوا بعض شويه فورسز. يعني انا ما ينفعش ابص هنا كده واقول ان دي ملهاش علاقه بدي واحل دي لوحدها واحل ده لوحده، لا. هو طالما انا بحل فريم فانا عندي كذا ممبر، كل ممبر بيأثر على اللي جنبه بحاجات. في عندي نوعين من الكونكشن بتوين تو ممبرز. اول نوع ان هو يبقى فريمد، ان هو يبقى انا ناقل الحاجه فريم عادي جدا موصل الممبر بممبر. وتاني نوع عندي ان التو ممبرز دول يبقوا ماسكين في بعض عن طريق هنج. الفرق الاساسي بينهم، هو الفرق الوحيد، ان عندي لما يبقى الجوينت بتاعتي دي جوينت فريم، الاثنين منقولين بفريمينج اكشن، بيبقى في بينهم بينقلوا لبعض مومنت. يبقى انا لما احل مع الممبر ده مع الممبر ده، هما الاثنين عندهم هنا بيندنج مومنت مشتركه بيأثروا بيها على بعض. في حاله الهنج بيبقى بننقل الرياكشنز بس، اللي هي بتستخدم كسبورت، كانك حل سبورت تحت هنا كده، نفس الفكره. ده بيدي هنا اكس اكس واي وده بيدي هنا اكس واي. بس حضرتك لو جيت شفت هنا، ودي من اول النقط اللي الناس بتتلخبط فيها، لو حضرتك شفت هنا انا قلت لحضرتك هنا دي كونكتد بهنج. لو حضرتك بصيت هنا هتلاقي الممبرز مع بعض بينقلوا لبعض مومنت، وده لسبب بسيط. الهنج ده نركز كده، دي اول حاجه انت محتاج تاخد بالك منها، ان الهنج هنا هو ماسك الممبر اي بي في الممبر سي دي على بعضه. يعني الهنج ما دخلش قسم السي بي والبي دي، ما قسمش الاثنين دول، ما قسمش ده ممبر وده ممبر، لا. الهنج جاي في الالتقاء بتاع الممبر اللي تحت ده مع الكاميرا اللي فوق كلها على بعضها. فعشان كده الممبر اللي تحت هو خد بس رياكشنز في الاكس والواي، ما خدش مومنت، انما الاثنين دول
المومنتس اللي فيها جايه من تاثيرهم هما الاثنين على بعض. يعني من الاخر اول ما تشوف هنج من اهم الحاجات اللي انت محتاج تشوفها هي اللي انا هقول لك عليه دلوقتي ده، هي الفرق بين الهنج. لو الهنج عندك كان جاي هنا واخد الكاميرا كلها كده، كان في الحاله دي لما فك مش هلاقي ده، ما كانش هيبقى فيه مومنت هنا ولا فيه مومنت هنا. بس الفكره ان انا عندي هنا الهنج جاي معايا فين؟ جاي معايا في الممبر اللي تحت بس. فهي دي الفكره باختصار تاني. الفريم هو مجموعه من الممبرز بتتكون مع بعضها وتشتغل مع بعضها. انتقالهم مع بعض عند اي جزء في الفريم بيعمل زي ما انا لو قطعت يبقى هيأثر على بعض فورسز في الاكس وفي في الواي وفي مومنت. الا لو انا قاطع عند هنج زي الحاله اللي قدامي دي، باجي اشيل الهنج ده كده واحط مكانه الفورسز بتاعتي. الفكره زي ما قلت لكم دي الحته اللي انا احب انكم تاخدوا بالكم منها، ان انا عندي الهنج ده هو موصل الممبر ده بالممبرين اللي فوق. هو ما يعتبرش هنج مع الممبرين اللي فوق ببعض، لا هو وصل الاثنين ببعض عادي والهنج ده بدا تحته. فنبدا كده ايه السكشن، هحل معاكم مساله بالخطوات واحده واحده كده، وبعدين هنخش في مساله تانية هنبدا ايه ان احنا نسرع شويه. اول حاجه انا قلت لكم ان الفريم ده عباره عن شويه ممبرز. انا بيبقى مطلوب مني في مساله الانترنال فورسز ان انا اطلع نورمال فورس دايجرام، شير فورس دايجرام، وبندنج مومنت دايجرام. اول حاجه انا مطالب ان انا احدد الممبرز بتاعتي دي ايه. فانا والله عشان يعني ده كده اهو، ده يعتبر عندي ممبر، وده اهو يعتبر ممبر، وده يعتبر ممبر. دي طريقه انا قسمتها، دي طريقه طلعت 3 ممبرز عندي. في حد تاني يقول لي لا انا عايز هقسمها بطريقه تانية. هقسمها ازاي؟ هقول لك ان في هنا ممبر وهنا ممبر وهنا ممبر وهنا ممبر وهنا ممبر. الفرق بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه لو حضراتكم شايفين، انا كده عندي هنا في ممبرين زياده. يعني انا قبل كده كان عندي الممبرز بتاعتي كانوا زي ما انت شايف كده، كانوا 3 بس، ادي 1 ادي 2 ادي 3. هو اللي حصل دلوقتي ان انا قسمتهم 5. ايه الفرق؟ اي حد يعمل اللي هو عايزه، بس انت هتقطع في ممبر لازم تبقى عارف حاجه اكيد. ايه بقى الحاجه؟ لو قطعت في ممبر يا باشمهندس لازم تبدا تعوض مكان القطع بتاعك ده بالثلاث رياكشنز لو كنت الممبر ده ما فيهوش هنج، او باثنين رياكشنز لو كان فيه هنج. يعني تعال نشوف الكيس اللي انا عندي فيها 5 ممبرز. انا قطعت هنا فهيبقى عندي ده عامل كده، ده الكانتليفر بتاعي، وهيبقى عندي هنا في مومنت جايه معايا دي 2، عندي هنا في مومنت، وعندي هنا رياكشن في الاكس ورياكشن في الواي. انا لسه مش عارف اي حاجه، لسه هبدا احل. وبعدين هيبقى عندي الجزء الثاني اللي تحت ده الهنج الرولر بتاعي اهو، وعليه هنا 4 وعليه هنا ال 14 ايا كان يعني الرقم كله، وهنعكس الرياكشنز اللي جايين فوق. دي ايه ده؟ ده تكلفة ان انا قسمت الممبر تقسيمة زيادة. ممكن التقسيمة الزيادة دي تساعدني في الحل، ممكن ابقى انا عارف احل ده لوحده بسرعة. زي ما انتم شايفين ده اصلا يعني ده يعتبر كانتليفر، فانا اقدر اجيب كل الارقام دي بسرعة فاقلبهم هنا واحل ده، والله انا حر. بس انا بحاول انبهك لتكلفة ان انا اقسم الممبر. هتقسم الممبر قسم براحتك، قسمه مليون حتة، بس هتقسمه كل ما هتقسمه في مكان هيطلع عندك 3 رياكشنز، الا لو كان في انترميديت هنج هيبقى عندك 2 رياكشنز. فانا والله اخترت التقسيمه بتاعتي ان هي انا لا انا مش هقسم كل الممبرز كده، انا هعملها زي ما انت شايف كده. انا قسمتها 3 ممبرز، خدت ده واحد اهو، وخدت الثاني ده، وخدت الثالث زي ما انت شايفين. اول حاجه انا عايز اجيب النورمال فورس دايجرام. النورمال فورس دايجرام انا هحل كل ممبر لوحده كانه منفصل بذاته. تعال نبص، انا خدت الممبر ده معايا اللي هو اهو، قمت انا قطعه كده واخدته، وتكلفه ان انا قطعته من هنا اهو، هو قطع المنشا بتاعي هنا، فايه ظهر عندي 3 انونز انا مش عارف. مبدئيا انا شغال نورمال فورس، فنورمال فورس انا عايز الفورسز اللي في اتجاه السنتر لاين بتاع الممبر بتاعتي بس. فهو انا من هنا الفور تن دول ما ينفعونيش في حاجه عشان دول يعتبروا عمودي على السنتر لاين بتاعي،
والاثنين تان دول برضو ما ينفعنيش في حاجه عشان هم عمودي على السنتر لاين بتاعي، فدول يعتبروا شير فورسز. انا بحل نورمال فورس، فببساطه شديده انا الفورس الوحيده اللي عندي على الممبر ده تيجي في الاتجاه بتاعي هي الفورس دي ال 14 وربع اللي هي جايه في اتجاه المحور. فوالله قمت حاططها. انا هنا ممكن الف من الناحيه الثانيه او مبصص كده من الناحيه الثانيه وحاسب ومجمع الفورسز دي، بس انا مش محتاج. ليه؟ انا هاجي هنا هاخد سكشن هنا لو حسبت من تحت اول فورس معايا، وهاجي بعدها هنا اعدي الرياكشن ده واخد سكشن هنا، لو حسبت من فوق هيطلع معايا زيرو، مفيش حاجه. فانا مش محتاج ان انا اخش واروح احسب ايه، اروح احسب الحاجات دي. نيجي نشوف نحل الممبر الثاني. انا في الممبر الثاني اخترت ان انا اقطع هنا واخد ده كله معايا كده، فلما قطعت تكلفة القطع بتاعتي نطلع لي هنا 3 unknowns معايا، بس انا مش فارق معايا في حاجة. ليه؟ مبدئيا الممبر بتاعي ده عندي كام فورس اصلا في الحتة لما قطعت دي في اتجاهه؟ لو بصينا انا عندي الديستريبيوتد لود، الديستريبيوتد لود ده عمودي على الممبر بتاعي فهو مش بيأثر في النورمال فورس يعني، وعندي هنا كونسنتريتد لود برضو عمودي فده مش هيأثر، وعندي هنا رياكشن ده عمودي، فما فيش حاجه هتأثر غير الاتنين تن. المساله بسيطه جدا وهي دي الوحيده اللي تهمني، فانا هعرف احل. تالت حاجه اخر ممبر عندي هو ده، وده تقريبا اللي حصل فيه نفس اللي ايه، نفس اللي عملته في الممبر الاولاني. نيجي نشوف التطبيق لده. انا عندي هنا اول ممبر ده، انا لما وقفت هنا وحسبت من تحت لقيت ان انا ما عنديش غير الفورس دي. الفورس دي تنشن ولا كومبريشن؟ الفورس دي بتشاور ناحيه الممبر بتاعي، فدي كده عايزه تضغطه، عايزه تخليه ينكمش على نفسه عشان هي بتضغط عليه. فايه، فانا في الحاله دي بقى عندي النورمال فورس هنا ب 14 وربع اللي هو الرقم ده. اول ما عديت الكاميرا اللي فوق دي انا قطعت من فوق عادي جدا ولا كاني شايف دول في حاجه، انا تخطيتهم، قطعت من فوق ما فيش عندي اي حاجه فبصفر. موضوع بسيط جدا. تاني ممبر عندي انا جيت هنا، جيت عشان احله زي ما قلت لك، انا قطعت هنا، دول unknown بالنسبه لي بس انا مش فارق معايا، انا هحسب من هنا. فحسبت من هنا طلع عندي 2، فضلت ماشي 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 مفيش اي حاجه اتغيرت، مفيش اي فرصه هتقابلني في النص تغير لي اصلا النورمال فورس بتاعتي، فدي برضو ب2. نفس الفكره هنا. لحد هنا في مشكله عند اي حد في اي حاجه؟ يعني النورمال فورس اظن ان هي واضحه وبسيطه. باشمهندسين حد يتطوع ويرد ولا انتوا مش سامعيني اصلا ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. تمام تمام. هنبدا بقى عشان الناس ما تنامش مننا كده، ايه، نخلي الناس تساعدنا شويه. جيت هنا انا عايز ارسم الشير فورس دايجرام بتاعي. عايز تسال؟ اتفضلي. ممكن بس تعلي صوتك شويه؟ ثانيه اتفضلي. تمام كده. يعني انا مش فاهمه بس، يعني هي اللي احنا قطعناه ده للنورمال بس؟ يعني انا كده بجيب القوه النورمال بس احسبها؟ هو انا دلوقتي انا اللي قطعته ده، انت زي ما انت شايفه هو في قدامك كل حاجه، بس انا عايز دلوقتي احسب النورمال فورس دايجرام بس. تمام. يعني انا هنا انا عايز احسب النورمال فورس دايجرام بتاعي ايه. انا في الحقيقه بعد شويه لما تبقوا متمرسين في الحل انت مش هتحتاج تقطع وترسم بره كده، لا، هو انا عايز اجيب النورمال فورس دايجرام، فحاجه ابص بعينيا كده على كل ممبر من دول. الممبر ده قدامي اهو، ده ممبر عندي اهو، انا شايف بعينيا من غير ما اقطع ومن غير اي حاجه، انا شايف ان الفورس الوحيده اللي عليه نورمال اهي بعينيا. ممكن احسب من هنا واقوم راسم دي كده ب 14 وربع، واجي ده احسب من هنا الاقيها بزيرو، احسب من فوق الاقيها بزيرو، اقوم حاطط زيرو. فهي الفكره مش ان انا قاطع عشان النورمال بس انا عامه بحكي معاكم بالتفاصيل عشان ممكن لو المنشا معقد شويه، انما الفكره زي ما حضرتك شايفه يعني هي ما فيهاش اي مشكله خالص. انا بقسم الممبرز بتاعتي، هو طلع عندي 3 ستريننج اكشنز بس انا ما يهمنيش فيهم غير النورمال دلوقتي عشان بحسب النورمال. هروح دلوقتي احسب الشير وهنشوف، وبعد ما اخلص المثال ده بالتفصيل كده هحل معاكم مثال تاني بالطريقه السريعه اللي المفروض حضرتك تحل بيها عشان تعرف تجيب درجات. هل كده انا جاوبت على سؤالك؟ بس في الشكل ده انا مش ممكن ارسم على طول من غير مفصل وكده، صح؟ ما دي حقيقه، بس انا عايز اشرح معاك الفصل في مساله بسيطه جدا 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 تقوم انت فاهم. يعني انت في الشكل ده انا فعلا ممكن من غير مفصل كده اي حاجه اقوم جاي على كده، شيل لي كده الكلام ده، انا اقوم جاي هنا الممبر
بتاعي ده النورمال اللي عليه اهو، افضل ماشي بيه اهو. جيت هنا قابلت ممبر تاني، ما ينفعش اكمل، يا اما اروح احسب بقى ده كله. فلا انا قمت جاي واخد سكشن هنا، عديت كده وحسبت من فوق، فايه طلع بصفر او رسمت النورم مظبوط. جيت هنا باين من الحاجات دي كلها، او قطعت من هنا بعناية من غير ما اقطع حاجه اهو، باين من ده كله ان مفيش اي فورس نورمال غير دي، فاهو دي عليه كله ما اتغيرتش في اي حته فيه، وهنا مفيش اي فورس نورمال غير دي ما اتغيرتش في اي حته فيه، في ثانيه ومن غير ما اقطع ومن غير اي حاجه. انت عملت كل الكلام ده بمخك، بس انا دلوقتي ماشي معاك بالتفصيل عشان مش كلنا في نفس المستوى، عشان الموضوع يتبني بالراحه وببساطه شديده. يعني انا كل انا عايزه منك لو انت تعرف تعمل ده بعينيك فده كل اللي انا محتاجه. اصبر بقى لما يجي دور اللي مش هنعرف نعمله بعينينا. تمام تمام مشت. حد تمام. عنده مشكله؟ تمام. فايه انا جيت هنا عندي الشير فورس دايجرام بتاعتي، انا الشير وانا بحله على الفريم ده ممكن زي ما انتم شايفين كان ممكن اقسم نفس التقسيمه اللي فاتت، بس انا مثلا هنا اخترت ان انا اقسم عند الكانتيليفر ده، اقسم اعمل تقسيمه كمان، فظهر عندي المومنتس دي على الثلاثه ممبرز بتوعي. في الشير انا براجع لكم، هو الموضوع ممكن يبقى بسيط بالنسبه لكم بس ايه عايزين نخليه واضح. يعني في الشير انا ما يهمنيش غير الفورسز العموديه على الممبر. يعني انا مثلا انا قطعت هنا عشان احل الممبر ده، مش بالضرورة ان انت لما تقطع حاجة ترسمها لي مقطوعة، انا بس بتكلم ان انت تفكيرك ماشي ازاي. انا لما قطعت الممبر ده من هنا طلع لي هنا في رياكشنز، لو انا عايز احسب من الناحية دي، بس انا مش هحسب من الناحية دي، انا هفضل ماشي عادي زي ما انا. هاجي هنا مبدئيا كده في الاتجاهات بتاعة الشير فورس دياجرام، وانت بتحل لو انت بتحل من الشمال ارسم الشير في نفس اتجاه الفورس. يعني لو بصينا هنا كده هتلاقيني هنا، انا بحل من الشمال، انا قطعت الحتة دي، الشير بتاعك ارسم في نفس اتجاه الفورس او نيجاتيف 4، وانا فضلت طالع هنا كده. انا عشان اكمل محتاج اروح احسب الرياكشن ده، لا انا ما حسبتوش، انا حليتها من فوق عادي جدا، فده كده إيه لو من فوق ونازل فهو كان هيبقى من تحت وطالع، فهيبقى نفس الاتجاه عادي جدا، بس هنا باتنين وهنا باربعه، دي باتنين ودي باربعه. زي ما بقول لكم الموضوع بسيط جدا، انا مش هدفي ان انا اخضكم، انا هدفي ان انا اصلا اوريكم ان انتوا تقدروا تعملوا ده. فده كده الممبر الاولاني، ما اظنش ان في اي مشكله. الممبر الثاني انا قلت اقطعه هنا رغم ان هي ما كانتش حاجه ضروريه خالص، بس انا بوريك انا حتى لو قطعت عشان الناس ما تضيعش وقتها في الامتحان انها تفكر انا اقطع فين او ما اقطعش فين، لا هو انت شوف انت الحاجه اللي دماغك جابتها معاك وابدا حل بدل ما تضيع وقت في تفكير كتير لو انت ما فيش حاجه معينه ظهرت معاك. انا اهو قررت اقطع هنا، الله اعلم ليه. فمبدئيا انا وانا ماشي كده الممبر اللي فوق انا عندي اي فريم فيه في الاغلب يعني هيبقى ثلاثة اتجاهات للممبرز، هم هيبقوا عاملين كده، او حتى لو في حاجه مايله فهو في ممبر كده وفي ممبر كده في ممبر كده، ففي الاغلب دايما هيبقى عندك ممبر شمال ممبر فوق ممبر ايه يمين. الممبر الشمال في الشير عشان الناس اللي بتتلخبط، الممبر الشمال قلنا بنمشي مع اتجاه الشير مع اتجاه الفورس. في الممبر اللي فوق ده هتشتغل نفس الشغل اللي انت بتشتغله في الكاميرات اللي انت عارفه، شمال وطالع بوزيتيف يمين ونازل ايه شمال وطالع بوزيتيف ويمين ونازل تنسب عادي جدا نفس الكونفنشن اللي انت عارفه. هنا بقى هيبقى ايه العكس، بس لما نجيلها يعني هنا هتمشي عكس الفورس. يعني لو الفورس عندك كده هترسم عكسها، هترسم عكسها، ترسم عكس ديل السهم مش عكس مش مع راس السهم. تمام. فهنا انا طلعت عادي بال 14 وربع الديستريبيوتد لود، لو طرحنا ال 24 دي هتلاقي طلع معاك 9.75. حطيت نقطة هنا ونقطة هنا ووصلت بخط مستقيم علشان ده distributed load، موضوع بسيط وحلت. جيت هنا احل ده لوحده، لو انا جيت احل ده لوحده ده يمين ونازل فيبقى positive، فيبقى عندي هنا اهو 3 طن، ودي مش مهمة بالنسبة لي في حاجة، انا قطعت وحسبت من اليمين. اخر حاجة عندي الممبر اللي تحت ده، هو ما يعتبرش ان في اي effect علشان خاطر انا اصلا ما عنديش اي forces عمودية عليه، موضوع بسيط جدا زي ما انتوا شايفين. انا مش هدفي ان انا اجيب حاجه تعقدكوا، انا هدفي ان انا اوريك ان انت تقدر تعمل ده ببساطه جدا. تالت حاجه من اول الحتت اللي انت هتبدا تلاقي فيها مشاكل هي اول ما تيجي تبدا تحسب بيندنج مومنت للفريم بتاعك. انا الفريمز عندي انا قلت لك ان هيبقى عندك دايما في لما بتقطع بيظهر عندك مومنتس، فهيبقى في علاقه
بين الممبرز وبعضها. يمكن في البيم انت متعود على حاجه زي كده، لما كان بيبقى عندك بيم مثلا عامله كده، فانت متعود انك بتنقل المومنت هنا هي هي المومنت هنا. الفكره في الفريم اللي هيزيد فيه ان انت ممكن يبقى عندك جوينت واحده بس فيها ثلاثه ممبرز. في الحاله دي بقى ايه اللي انت بتتصرف فيه؟ في الحاله دي انت عندك ملزم بحاجه اسمها الجوينت اكوليبريم. يعني ايه الجوينت اكوليبريم؟ يعني لما اجي عند الجوينت دي هي هي ده اللي كان بيحصل في البيمز عامه، بس ممكن يكون ايه يعني، ممكن تبقوا عارفين الموضوع ده وممكن تبقوا مش عارفينه، فانا كده كده هقوله لكم. انا لو عندي دي جوينت دي ام 1 ودي ام 2 ودي ام 3، الجوينت دي ملزمه ان يبقى عندها الاكوليبريم بتاعها، فلازم المحصله بتاعت ام 1 زائد ام 2 زائد ام 3 كل واحده بالاشاره بتاعتها تساوي صفر. ده كل اللي مطلوب من النقطه دي، ودي الطريقه اللي احنا هنحل بيها الفريم. يعني زي ما انت شايف كده انا هحل دلوقتي عند جوينت سي، انت بتحل الجوينتس وبعد كده انت بتحل الفريم عامه، هتبدا بالجوينتس بتاعتك تحل تجيب المومنتس عندها، وبعدين بقى في النص تشوف عندك ديستريبيوتد لود تسقطه، تشوف مش عارف عندك كونسنتريت لود تنزله، بس عامه احنا بنجيب عند الجوينتس. فاول حاجه انا هعملها انا هحل الجوينت سي اللي هي دي. هاجي لا ده دي سي دي سي اهو. فاول حاجه انا حليت ده الجزء اللي فوق ده، جبت ام سي 1، ام سي 1 ده كان تليفر عادي جدا، ضربت 2 في 2 جبت المومنت بتاعته اللي هي ب 4. جيت هنا قطعت وحسبت المومنت من تحت، فبرضو الموضوع بسيط 4 في 5 ب 20، وكل واحده بالاتجاه بتاعها. انا وقعت هنا دي اهي باتجاهها ودي اهي باتجاهها. انا كان ممكن اول ما اجي هنا اجي او معامل سيجما المومنت بتساوي صفر، لما اجي احسب سيجما المومنت بتساوي صفر هتلاقي انت ان ال 20 دي وال 4 بيلفوا مع بعض، اهي دي بتلف عكس عقارب الساعه ودي بتلف عكس عقارب الساعه، فلازم 100% عشان خاطر الجوينت دي تبقى ستيبل لازم دي تبقى بتلف مع عقارب الساعه، تبقى بتلف عكسه، ويبقى القيمه بتاعتها بتساوي المجموع بتاعها. لو انت عندك وقت حل بالطريقه العاديه، يعني ارجع بقى وحل المومنت دي عادي كده، هات المومنت عند السكشن ده عادي، انا عايزك تجيب لي لو عندك وقت هات لي المومنت عادي عند السكشن ده، واستخدم الخاصيه اللي انا قلت لك عليها دي عشان تراجع على نفسك. يعني تعالى هنا سكشن 3 انا هجيب المومنت عليه عادي جدا، انا قطعت وحسبت المومنت من الناحيه دي، هتلاقي عندك ان ال 2 في 2 انا قلت ان هي نيجاتيف، ال 4 بتلف معاها فطلع نيجاتيف 24. فلما تيجي في الاخر ترسمهم بترسم المومنت طبعا ناحيه ديل السهم، يعني المومنت بتاعتك بترسم ناحيه ديل السهم، ده موضوع من البديهيات يعني. فانت عندك دي كده ب 24 24 وعندك دي ب 4. وفي الحالات اللي زي دي يا باشمهندسين عشان مومنتس كتيره داخله في بعض هشروا المومنت اللي حجمها اصغر عشان هتبان، يعني لو انت هشرت الكبيره وفي اتنين متداخلين في بعض انت مش هتشوف حاجه، لا فهشر المومنت الصغيره وسيب ايه الكبيره على الاقل في الحته دي ما تهشرهاش عشان تبقى باينه يعني. وعادي فانت عندك ده ناحيه ديل السهم بتاعها زي ما هي مرسومه ايه، وانت مهشر الصغيره وسيب الكبيره ما تهشرهاش. انا كده جبت المومنتس اللي عند الحروف هنا، هروح بس احل ايه الجوينت الثانيه اللي هي دي. طبعا الجوينت دي زي ما انتم شايفين اصلا انا كان ممكن اريح دماغي من كل الكلام ده واقوم قاطع من هنا واجي احسب المومنت من تحت الاقيها بصفر. المومنت لو جيت احسبها من تحت هو هنا مفيش اي حاجه بيربنديكولر، هتطلع الام بتساوي زيرو، او محللها زي ما انتم بتحلوا الكاميرات على طول اللي هي دي 3 في 2 ب 6 وخلاص، وانقلها هنا والموضوع انتهى. بس لو انت برضو دماغك ما جابتكش مفيش مشكله، انت الاستراكشر كده كده في الاخر لو انت ماشي خطوات ثابته بتعوض فيها صح انت مش هتغلط، ممكن تحل في وقت اكبر بس انت لو انت ماشي صح مش هتغلط، هتوصل في الاخر لنفس الحل. فانا بفترض معاك ان البساطه الشديده جدا في الحل، انا عندي عادي ما خدتش بالي من اي حاجه، دخلت حليت الكانتيليفر اللي بره ده لوحده، طلعت المومنت بتاعته بنيجاتيف 6، ورحت جاي حليت الجزء اللي تحت ده لوحده طلع معايا بصفر، ورحت جاي حليت ايه الاثنين على بعض قطعت كده طلعت معايا نفس الرقم. فببساطه زي اللي انا بعمله، انا وقعت المومنتس اللي انا لسه حاسبها اهي، والحته اللي فيها ديستريبيوتد لود نزلت فيها دبليو ال سكوير على التمام. ده كده الفريمز، يعني انت المتخيل بقى ان الفريم ده هيبقى حاجه صعبه جدا، فانا شايف ان الموضوع عادي، حد عنده اي مشكله لغايه هنا الموضوع بسيط جدا،
حد عنده اي حاجة عايز يقولها؟ باشمهندسين تمام يا باشمهندس. طيب خلينا ايه نكمل. انا المسألة دي بقى اللي جاية دي عايز ايه نبدأ ايه نحل مع بعض. المسألة اللي جاية دي اللي زاد فيها ان بقى عندي هنا في النص intermediate hinge. اول حاجة هعملها ان انا هقسم المسألة بتاعتي لممبرز، فهيبقى عندي في ممبر واحد واثنين وثلاثة، وهبدأ ان انا احصل distributed load بتاعي عشان احل. فتعالوا بقى ايه نحل كده. انا عايز حد يحل معايا كده ويقول لي جبنا كل حاجة زي ما انتم شايفين، برضو دي تعتبر بشكل مباشر برضو، ما دخلناش في حاجات ايه رخمة يعني. خلي حد فيكم يتطوع كده يفتح المايك ويتكلم معايا. ماشي يا باشمهندس. اتفضل حضرتك. تحب نقول بقى يعني انا عايز ايه امشي معايا كده بالخطوات، قول لي ازاي انت وصلت للشكل اللي هنا ده. تمام، احنا معانا ال 8 و4 ديت في النورمال. دي النورمال وهو ما فيش ماشي. وانت جيت هنا قلت ان هي النورمال، ليه كملت بيها على الممبر كله؟ ما هو لحد الاربعة طن ديت ووقف ما كملش، ما فيش قوة عكسها، ما فيش اي حاجة تأثر عليها ولا عكسها ولا معاها، عشان كده انا مكمل بنفس القيمة زي ما انا صح؟ تمام تمام كمل. وفي عند الاربعة طن ومعايا 3 و6 هيبقى 7 و6. تمام، يعني انت جيت على كده اتكلم مفصص الكلام بس اللي انت قلته كده. انت جيت هنا بصيت على الممبر ده انت عايز تحله، فشفت الفورسز اللي بارالل ليه وخدتها جمعتها على بعض، فبقى هو ده النورمال اللي عليه صح؟ تمام، ال3 و6 مأثرة مع الأربعة فهيجموا على بعض طيب تمام، موضوع جميل. وفي من الناحية التانية برضو 7 و6 من 10 قفلة من الناحية التانية بالشكل ده يقفل على كده. تمام، حد غيره بعد اذنكم يحل معايا شير فورس دياجرام؟ شكرا يا باشمهندس. باشمهندسين ماشي مع حضرتك في الشير. وانت هو ولا حد تاني؟ اعتبرنا نفس الشخص بس نفس الصوت بالظبط. طيب تمام، اسمك ايه يا باشمهندس؟ احمد عمار. ماشي يا احمد. بص يا باشمهندس احمد، عايزين كده ايه قول لي كده احنا هنعمل ايه في الكور العموديه 3 و6 مؤثره على الرد. ماشي، هرسمها في انهي اتجاه؟ هرسمها اتجاه السهم. في اتجاه السهم ليه؟ قلنا هنبتدي مثلا لو ابتدينا من الشمال فهنمشي مع السهم وعكس. لو الممبر بتاعنا ببص كده بعينيا اهي، يعني هو شمال ونازل يبقى سالب. الشمال ارسم مع السهم، لو انت باصص او انت بتعتبر نفسك باصص من هنا الشمال امشي مع السهم فوق. تمام. انت كده كده متعود على الشكل ده، انت حله مليون مره في البيم فانت عارف هتتصرف ازاي. اليمين تمام. امشي عكس السهم، يعني بص هنا انا هنا راسم مع دي لسه. تمام تمام ماشي كمل كده خلصنا ده. في بقى هنجمع الـ8. لحظة واحدة يا باشمهندس، في 8 و4 مأثرة على فوق بالأربعة طن ديت هتأثر عليه فنطلع فوق 8 و4 من 10. تمام تمام، وهنجمع الـ12 والـ8 مع بعض نازلين، هنقسم من 8 و4 من 10. الـ12 والـ8 تمام تمام فهيبقى عند 11 و6 هتنزل عند تحت كده. تمام، والشكل برضو من تحت في 11 و6 فهيقفل معايا عند 11 و6 من 10. طيب انا عايز اوضح لكم بس حاجه هنا. ايام البيمز كنت لما بتيجي تحل. تمام شكرا ليك يا باشمهندس، شكرا ليك. لما كنت بتيجي تحل بيم وانت عندك هنا في هنا شير فورس مثلا
عامله كده، وعندك نورمال دي شير، وعندك هنا دي بيم انكلايند، يعني اللي هو ممكن اصعب حاله من حالات البيمز وفي نفس الوقت اقربهم للفريم. دي النورمال فورس دايجرام بتاعتك مثلا، دي بخمسة ودي بعشرة. كنت انت لما بتيجي ترسم هنا كنت بتيجي تحل الممبر ده تلاقي عندك هنا مثلا الشير عليه مثلا هنا كده بعشرة، وهنا كده النورمال كان جاي من هنا بعشرة وخمسة زي ما انت شايف كده، واجي انا هنا اقوم جايب المركبات بتاعتهم كده وكده عشان خاطر احل، فكان بيطلع الشير اللي هنا والنورمال كسواء شير ولا نورمال بيبقى مركبه من الاثنين دول. لو لاحظت هنا العكس تماما، يعني هنا انا جيت هنا الشير اللي عليا ب 7.6 ده الشير اللي جاي من هنا. اقول لك على حاجه، احنا لو رحنا شفنا الكاميرا دي طالعين النورمال عليها بكام هتلاقيه 7.6 اهو. يعني انت بالاخر عند الالتقاء النقطه العموديه دي اللي انت كنت جايبه نورمال بيتقلب شير. يعني بص هنا ب 7.6 هنا ب 7.6. طب انا لو بصيت هنا ليه الجوينت دي مش زي الثانيه؟ الاختلاف اللي هنا ال 3.6، فرق بين ال 3.6 والرقم اللي هنا اللي هو 8.4، يعني انت اللي تعالى اكتبها لك هنا، هو ايه؟ انا عندي كنا بنقول لك ان احنا هننقل الرقمين، يعني هننقل الرقمين مع بعض. انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك انت عندك هنا الشير فورس هتلاقيها هي النورمال اللي كان على ده، عشان ده شيء منطقي. انت عندك هنا كان في نورمال هو الشير اللي جاي هنا، انما انا عندي هنا النورمال ب 8.4 ومش جاي، يعني انا عندي هنا 7.6 والشير هنا مش ب 7.6. ليه بقى؟ يعني انا هنا الشير مش ب 7.6 عشان خاطر انا لما جيت عند الجوينت دي في عندي كونسنتريتد لود اللي هي بكام؟ اللي هي ب 4، اللي هو الفرق بين الشير هنا والنورمال اللي كان طالع في البيم فوق. الحته دي انا بحاول اقولها لك ليه؟ انت متعود دايما وانت بتحل الدياجرامز بتاعتك في بيم عاديه، اهي بيم عاديه عامله كده، انت متعود لو انا برسم الشير فورس دياجرام بتاعي اهو، فهو هيقل مثلا كده اول ما يلاقي كونسنتريتد لود مثلا. يعني مش بقى انا مش بالضروره ماشي مع الشكل السبورتس بتاعتي، بس انا بقول لك انا في هنا كونسنتريتد لود، انما هنا لا، هنا ما اتغيرش عشان في كونسنتريتد لود شير. يعني انت لو جيت هنا التغير اللي هنا مش بسبب ان في كونسنتريتد لود شير، المتغير بسبب ان في نورمال، النورمال على البيم دي هو الشير بتاع البيم دي. النقطة دي أنا بقولها لك عشان لو في مرة كده إيه دماغك وزتك كده ورحت تفكر بعيد، بس هو في العادي هو ده الكلام اللي عندنا يعني. آخر حاجة وأصعب حاجة في المسألة اللي زي دي هي المومنت، فتعالوا كده إيه نشوف هنحل المومنت بتاعتنا إزاي. في حد تالت ممكن يحب يحل معانا المومنت ولا إيه؟ زي متطوع كده. عايز أسأل سؤال. اتفضلي. هو أنا في اللي هي في اللي قبليها اللي هي النورمال والشير والحاجات دي، مش انا فاهمه ان لما تكون البيم مش فاهماها وكنت بعملها ميجي نورمال كنت بخلي الموجه فوق دايما تبص في تحت، تمام؟ مش فاهمه بقى حته اليمين والشمال بقى، يعني اخدها بص في امتى ونيجاتيف امتى؟ طيب تمام. لو بصينا كده هتلاقي في حاجه هي جايه بالطبيعه بتيجي ايه، ان الشير عندي لما يبقى جوه يبقى جوه هتلاقيه نيجاتيف، لما يبقى بره هتلاقيه بوزيتيف. يعني انت عندك في الفريم اهو، انا رسمت الفريم اهو زي ما احنا شايفين اهو، هو الشير بتاعي لما كان لجوه كان نيجاتيف، ولما طالع بره الفريم لما اجي ارسمه بره الفريم بقى بوزيتيف. ده ببساطه يعني من غير ما نقعد نتكلم كتير. لو عايزه بقى تفكري فيها بنفس فكره البيم برغم ان هي هتبقى هتلخبطك، لا خلاص يعني اعرفيها كده، هي دي ابسط طريقه وهي دي الطريقه اللي احنا عارفينها. بالنسبه للنورمال بقى، هو النورمال يعني مبدئيا افرضي حاجه وامشي عليها، يعني انت افرضي النيجاتيف بره يبقى النيجاتيف بره فيهم كلهم. يعني انا لو عندي النورمال فورس ده لما يبقى كومبريشن انا برسمه بره، فافضل ارسمها بره الكومبريشن وانا ماشي كده، اي ممبر يقابلني الكومبريشن ارسمه بره، التنشن ارسمه جوه. عايزه تفرضي العكس افرضي العكس، بس نفضل ماشيين على افتراض. في الاغلب الافتراض السائد ان التنشن بنرسمه بره، يعني المساله دي اهي انا معموله عكس الافتراض السائد.
بس الافتراض السائد التنشن برسمه ناحيه بره والكمبريشن ناحيه جوه. ايوه بس انا اتلخبطت اصلا يعني في البيم كنت على طول برسم البوزيتيف فوق اللي هي بتبقى تنشن والكومبريشن برسمها تحت فعشان كده اتلخبطت. صح صح مفيش مشكله. انا هنا بقول لك احنا هنا في يعني زي كونفنشن مختلف للطريقه اللي بنحل بيها ان انا بفترض في التنشن انا مبدئيا الاتجاهات زي ما اعملي اللي انت عايزاه بس التزميلي بالاشاره. يعني دي ايه بالنسبه للنورمال فورس يعني ممكن نرسم التنشن جوه ممكن نرسم التنشن بره بس يبقى التنشن كله مع بعضه. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عندي هنا ده كده اهو وده اهو وعندي هنا دي 10 طن ودي 10 طن وعندي هنا كده 10 طن و10 طن. لو جينا نبص على السكشن ده لو هنحل دي على طول كده باي سيمتري يعني هتلاقي دي 10 ودي 10 فهنلاقي ان عندنا الممبر ده شايل كومبريشن شايل 10 طن كومبريشن صح ولا غلط؟ شايل 10 طن كومبريشن مش مهم بقى صح ولا غلط اللون ده وحش قوي. ثانيه واحده بس مهندس هو مش كده المفروض خارج يبقى كده تنشن اللي هي بحكايه البيم اللي فوق كده. ثانيه هقول لك اهو حالا ثانيه واحده انا قلت لك اعملي اللي انت عايزاه بس التزمي بيه صح. هو بره المفروض يعني بنعمل في الاغلب اللي بره تنشن بس شايف اهو دي مساله جايه من موديل انسر اصلا اللي قدامك دي وحال بره كومبريشن. المهم نلتزم يعني ايه انا دي نيجاتيف 10 طن صح تمام عندي ده الممبر ده لو بصينا عليه هتلاقيه مشدود بوزيتيف 10 طن. لو جيتي رسمتي كده ورحتي قايله لي بوزيتيف 10 طن كده احنا غلط. ليه؟ انت افترضتي هنا في الاول مشيتي على فرض اللي هو ايه؟ ان هو النيجاتيف بره نكمل بيه. يعني ايه نكمل بيه؟ يعني زي ما هو كده نقوم شايلين ده وكله راح. طيب خلاص. معلش ثانية اهو انا زي ما اتفقنا دي 10 ودي 10 دي 10 احنا هنرسم النيجاتيف بره كله يبقى كده يبقى شكله عامل كده ودي هتبقى لجوه ودي هتبقى لبره. يبقى انا عندي النيجاتيف جوه البوزيتيف قصدي جوه والنيجاتيف بره فيبقى دي بوزيتيف 10 ودي نيجاتيف 10. يا اما العكس يستحسن تخلي البوزيتيف بره بس انت لو عكستي مش غلط بس الفيتال ميستيك ان انا الاقي هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف ما ينفعش والاثنين بره دي كده حاجه غلط. غير كده عايزه تخلي كله بره بوزيتيف كله بره نيجاتيف اللي يستحسن يبقى كله بره بوزيتيف بس عامه ما فيهاش اخطاء. تمام بس تمام مش مهندس ده يمشي عادي في النورمال والشيرنج ولا بيبقى بفترض انا في النورمال بس؟ في الشيرنج اعملي الخطوه اللي انا قلت لك عليها اللي هي افضل امشي بس مع السهم. يعني انت امشي مع السهم اللي جوه هيبقى نيجاتيف واللي بره هيبقى بوزيتيف خلاص. يعني انت هنا هتمشي هنا على الشمال هنمشي مع السهم هنا هنمشي فوق وتحت بوزيتيف ونيجاتيف عادي جدا وهنا هنمشي عكس السهم خلاص. تمام يا باشمهندس شكرا لحضرتك. هنيجي لاخر حاجه عندنا في المومنت. انا المومنت لما تبقى نيجاتيف هتبقى بره لما يبقى بوزيتيف يبقى جوه ودي بقى اللي ما ينفعش حد يتلخبط فيها بتاتا. يعني الشير ممكن نسامح في الساين بتاعته انما المومنت لازم اتجاه الشد يبقى بوزيتيف وتبقى راسم اتجاه الشد صح عشان انت السنه الجايه ان شاء الله هتبدا تصمم بيه. فانت المومنت بندنج مومنت بتاعك هو الحاجه اللي لما تيجي ترسمها تاكد 100% من اتجاهاتك فيها ومن الساين كونفنشن بتاعك النيجاتيف بره والنيجاتيف والبوزيتيف جوه وناحيه الشد هي اللي ايه هي البوزيتيف. ده كده ما فيهوش كلام والكلام ده هتكمل بيه كل السنين الجايه. في حاجه يعني هي حاجه بديهيه هي ايه؟ انا عندي الجوينت دي ما فيهاش غير اتنين ممبرز واحد اهو واحد اهو فطبيعي جدا ان المومنت هنا هي المومنت هنا. فانا قدام شويه لما تيجي تحسب بعد كده هيبقى لما انا عايز اجيب المومنت هنا انا بحسبها من ناحيه واحده واعوض بيها فوق وتحت بس. يعني دي حته انت المفروض ممكن تبقى حد قالها لك ممكن تبقى خدت عليها من الحل بس انا بقول لك انت مش هتحتاج تحسبها مره واحده.
تعالى بس نشوف. انا عندي هنا في تغير جديد طلع معايا، ان انا عندي هنا انترميديت هنج. الانترميديت هنج ده يا باشمهندسين يعني نقطه في الفريم او في البيم او في اي حاجه انا عارف المومنت عندها، انا عارفها. ده تعريف كلمه هنج، ان هي نقطه انا عارف المومنت عندها. لما بيبقى انترميديت بقى بيبقى المومنت عنده بزيرو. قدام ان شاء الله في سنه رابعه هتاخدوا حاجه اسمها بلاستيك هنج. البلاستيك هنج ده بيبقى هنج والمومنت عنده برقم، بس انا هقول لك هنا ده انترميديت هنج، ده كل اللي انت تعرفه السنه دي. ده هنج مومنت عليه بزيرو، مفيش اي حاجه تانية عندك. دي نقطه في الكاميرا المومنت عليها بزيرو، دي حاجه انا عارفها الدكتور مديها لي انا استفاد بيها في الحل بتاعي. انا عايز حد يحل معايا زي ما بقول لكم المومنت كده، عشان لو حلينا المومنت الموضوع بسيط. اتفضل، في حد بيقول حاجه؟ تمام مع حضرتك. تمام، اتفضل. اسمك ايه؟ احمد. اتفضل يا احمد. نيجي عند العمود الشمال، في عند الهنج المومنت بزيرو. تمام تمام، هطلع فوق هضرب ال 3 و6 في 4 ب 14 و 14. ماشي اهو. تمام. تمام، وخدت بالك المومنت هتقسم ناحية ديل السهم، يعني دي ما تتلخبطش بيها. اللي فوق، ايوه تمام. المومنت يمين زي المومنت شمال، فهطلع برضه 14 في الكاميرا. تمام، بس عند الانترميديت هنج المومنت بزيرو، فهوصل دوت لاين عند الانترميديت هنج. تمام تمام، هاجي عند العمود الشمال السبعة وستة في أربعة بتلاتين طن. تمام، فالمومنت يمين زي المومنت شمال، هطلع فوق برضه 30. تمام، وهوصل دوت لاين بالانترميديت هنج. طيب انا عندي ليك سؤال. اتفضل. هل انا لو ما وصلتش بالانترميديت هنج ورحت موصل من فوق كده ورحت نازل ده بيقول لي سكوير على 8 وراسم، هل حلي صح؟ لا غلط. غلط ليه؟ ما المومنت عند الانترميديت هنج دايما بزيرو، فمش هينفع اوصلهم ببعض كده، مش بزيرو. تمام، هو يعني انت لو حسبتها هتطلع بزيرو ولا يعني انت ده المعلومات اللي عندك؟ لا لا، اكيد بزيرو، اكيد بزيرو. طيب تمام، يعني جود جوب يا باشمهندس. تمام، شكرا ليك. انا هشوف لكم اكزامبل كمان كده بسرعه نعمله مع بعض. طب عندي سؤال. اتفضل. هو اعرف منين ال WL سكوير على 8 في اللي هي اللي على الشمال، الكيرف اللي على الشمال، اعرف منين هو تحت البيم ولا يفضل فوق ولا؟ هقول لك ده حاجه حلوه قوي. هو انت بتنزل ده بيقول لي سكوير على 8 فين؟ يعني انا دلوقتي لو هحل دي، انا ايه الفكره من ال WL سكوير؟ انت بترسمها لما كنت بترسمها في البيم بترسمها فين؟ بينزل فين القيمه ده ايه؟ نص ال L، النص في نص ال L. فانت عند نص ال L هنا، تعالى كده انا لو رسمنا دي، دي هنا ب 14 و 4 وهنا بصفر، صح؟ عند نص ال L الرقم ده كام؟ احسبها تشابه مثلثات عادي. تشابه مثلثات؟ نص الرقم ده، هي مش محتاجه نص كمان تشابه مثلثات، ما هي في النص. تمام، ايوه. حضرتك هتحسب ده بيقول لي سكوير على 8 هيطلع ب 9. ايوه طبعا. فلما تطرح 9 تطرح منها 7 و2 هينزل ايه؟ تحت. شكرا يا باشمهندس. الموضوع واضح بالنسبه لك؟ تمام. تمام، حد عنده اي سؤال تاني؟ انا حتى الان ايه الامثله بتاعتنا بسيطه. طيب ادوني ايه دقيقه كده بعد اذنكم.
لا تمام يا باشمهندس. انا دلوقتي الاكزامبل ده ممكن يبقى ايه شكله غريب شويه بالنسبه لكم عشان خاطر الشكل ده من لينك ممبرز ممكن ايه يلخبط الناس شويه. انتوا سامعيني والحاجه ظاهره لكم ولا لا؟ يعني يا ريت حد بس يرد مره كده وبعد كده خلاص. تمام. طيب تمام. انا لو انا عايز احل ده وعايز اجيب النورمال فورس بتاعتي والشير فورس عند كل نقطه، ممكن حد يتطوع معايا بقى؟ دي حاجه ايه هتبقى مخيفه شويه يعني، بس خلي حد كده ايه يتشجع معايا كده وهنحل سوا. ايوه تمام مع حضرتك يا باشمهندس. تمام. تحب نبدا ازاي يا هندسه؟ انا المره دي مش حاطط اي حاجه كده، اتكلم معايا. افك بس الاول اللينك ممبر. تعال نفك اللينك ممبر. انت اقترح معايا الشكل، عايز نعمله ازاي؟ يعني انا ده اهو عامل كده صح؟ تمام تمام. سهم طالع من الميمبر وسهم عكسه. تمام ماشي. وبعدين هنحلله اهو، ادي سهم اهو وادي سهم اهو. الزاويه دي ممكن نبقى نجيبها مش مهم، بس دي اللي هي 3 ل 4 ل 5 فهي سهله يعني حساباتها. تمام دي اف. فكمل. طيب انا معاك. اخدت مومنت، لو اخدت مومنت عند الهنج اللي فوق لو على الشمال هجيب الاف. لو خدت مومنت، طب تعالى دي حلوه دي، اتكلم معايا كده فيها، دي يبقى 4 صح؟ اه. طيب انا لو خدت مومنت عند الهنج اللي فوق هيبقى عندي 4 في 6، عندي سيجما المومنت بتساوي 0، فعندي هنا 4 في 6 ماشي؟ ده اللي هي المومنت دي. وعندي ايه اللي جاي عكسها؟ الاف. الاف. طب لا اهو الاف دي الفورس المايله، انت مركبه الاف الراسيه هي اللي معاك، ولا ايه رايك؟ ما انا هحللها الاول اهو. طيب تمام. هو يعني انا عايز بس اتاكد انك انت يعني مجمع اللي احنا بنعمله. فدي كده هي البوينت 6 اف، وهتضرب بوينت 6 اف في المسافه صح؟ تمام. بس تمام. فايه هنضرب بوينت 6 اف في المسافه دي اللي هي 4. هتلاقي ان الحسبه دي بتطلع لك لما نساوي دي كده بزيرو، فده على ده فيها الواحد، وده على ده فيها هنا العشرة. فهتلاقي ان الاف بعشرة، فالاف بعشرة يبقى انت عندك هنا دي كده بتمانية، ودي كده بستة، ودي كده بتمانية، ودي كده بستة. اظن كده الموضوع بقى سهل شوية، ولا ايه رأيك؟ صحيح. طب انت متفق على اللي انا عملته ده ولا لا؟ اصل خلي بالك برضه انا مش يعني ما انا حليتها معاك كده برضه، ولا ايه رايك يعني؟ هو غلط ولا ايه؟ ايه؟ هو غلط ولا ايه؟ كلنا بقى. لا هو جبت تمام. لا صح. طيب تمام. خلينا نبدا نحل. اساعدك شويه، هسمي لك بس الحاجات كده. ده ايه؟ ده بي، ده سي. هنحل انهي ممبر؟ عشان نبدا نرسم يعني ولا؟ انا عايزك تحل. شوف بقى انت عايز تحل مثلا نورمال فورس دياجرام بتاعه كله على بعضه مره واحده، ولا تحل مثلا ممبر ممبر وبعدين تجمع الاشكال بتاعتك. انا هسيب لك الحريه يعني، شوف انت عايز تعمل ايه. ابدا من ايه؟ طيب طيب تمام. بعدين هنعمل ايه؟ هنرسم ايه؟ هنرسم نورمال فورس دياجرام ماشي؟ طيب تبقى 4 كومبريشن كده امشي. 4 كومبريشن. هترسم الكومبريشن جوه ولا بره؟ وهنلتزم بيه، خليه جوه. تمام ليجو. ماشي. هفضل ماشي بالاربعه لغايه لما اوصل عند اول فورس قبلته اللي هي دي. طيب انت هنا الاربعه دي في سته قبلتك، هل الاربعه دي هتبقى 10 ولا هتبقى 2؟ لا هتبقى 2. تبقى 2 ليه؟ عكسها. طيب تمام. انا والله ما مش بقول لك ان انت غلط يعني ماشي. 2 دي التنش كده. بعدين انا وصلت ايه؟ مفيش اي حاجه مقابلاني تاني. فاقفل. ده 4 و2. تمام. تمام. عايز بقى احل اللي فوق ده. تبقى ما هو 3 و8 مع بعض ناقص 3 تبقى 9. تبقى 9 تنش. الثلاثة انت ايه اللي انت قلته دلوقتي ده تاني؟ قول تاني. مش احنا مش هنقطع ونجمع تقريبا؟ طيب ماشي.
خلينا نقطع ونجمع. بص كده يعني عايز تقطع ازاي؟ هتقطع كده هنا؟ طيب ماشي، تعالى نقطع كده وركز كويس. ماشي، ها انا عندي ايه الفورسز اللي عندي؟ ايه الفورسز اللي عندي تجيب لي نورمال هنا؟ الفورسز اللي هي العرضيه دي اللي هي بالعرض، وفي دي، فانت عندك الثلاثه عكس الثلاثه، صح ولا غلط؟ صح. فتبقى عندك الثمانيه بس. الثمانيه دي تنشن ولا كومبريشن؟ انا الممبر بتاعي اهو، لما احط الثمانيه دي على حاجه نقلها فوق هنا هتيجي عامله كده، بتشد الممبر، فعندي هنا 8 هفضل ماشي بيها لحد ما اقابل المركبه دي، اقفل. حتى من الاول كده لو انا جيت بصيت عليها فهو واضح ان هنا بزيرو، مفيش حاجه بتشدني، وواضح ان انا هنا لو ما بصيتش على الهنج فبرضه هنا ده بزيرو. سيبك من الحاجات الباقيه، كان لو هنتكلم كايه، مفيش فورسز عرضيه، يعني مفيش حاجه جايه بالعرض، هو محصلتها بزيرو. فعامه يعني جود جوب، لو بصينا على الحل فهتلاقي ان الحل اللي انت حليته صح. هو بص بقى هنا، يعني الحته دي كده مش صحيحه، انك انت بترسم النيجاتيف كله جوه يا النيجاتيف كله بره، فدي برضو ايه مش حاجه مظبوطه. فتمام يعني جود جوب. انا اتلخبطت لما سالتني على 8 اتنشن الكومبريشن. طب هي كانت جوه، انا شايفها من يعني في الرسمه، ايوه هنا انا شايفها كومبريشن، بس لما شايفها كومبريشن على ايه؟ في يعني فين الثمانيه؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ قصدك على انهي واحده اللي اللي ملخبطه؟ جوه دي، اللي تحت دي. اللي تحت دي، هو مبدئيا اللي تحت دي كومبريشن على مين؟ يعني انت ازاي شفتها كومبريشن؟ هي الثمانيه دي انا لما اجي احسبها كنورمال فورس فهي بتاثر على الممبر اللي فوق ده، صح؟ طب انا لما اجي ارفعها للممبر اللي فوق ده اهي، دي كده مش شكلها تنشن؟ تمام. يعني هي كانت ملخبطاك انا يعني. طب انت ممكن تفهمني عشان المشكله دي ما تجراش عند مثلا، ممكن يبقى في حد من زمايلك برضو، يعني انت شفتها ازاي كومبريشن؟ انا شفتها على الممبر اللي تحت، بس لما طلعت فوق بقت تنشن فعلا. يبقى دايما خلينا كده نحطها قانون، انا لو بحل ممبر بعد اذنك طلع الفورس ايه عنده. خلاص يعني انا طالما قطع، انت لما تقطع، انا لسه بتعلم كده في الاول، لما بقطع بجيب الممبر بتاعي اهو واحط كل حاجه قدامه، لما احصل الفورسز بتاعتي واحطها قدامه عادي جدا واحلها، يعني كده وكده، واحل واطلع النتائج بتاعتي. شكرا ليك يعني يا باشمهندس، وايه شكرا يعني. حد غيره يحل معايا بعد اذنكم شير فورس دايجرام؟ خلينا نشوف بس الناس بتتلخبط في ايه. اصل هي انتوا في الاول كده الصعوبه بالنسبه لكم تبقى ان الناس بتتلخبط في حاجات بسيطه، زي ما انتم شايفين الموضوع مش ما فيهوش اي حاجه معقده، بس هتلاقي الواحد بيتلخبط في حاجات بسيطه، محتاجين بس نرد عليها مع بعض. ف يا باشمهندس انا عندي هنا ده، تمام. اسمك ايه يا باشمهندس بعد اذنك؟ احمد. تمام. هشتغل على العمود اللي تحت. عندي ايه؟ طيب هنشتغل على العمود اللي تحت. ماشي، A B C. تمام. هطلع 3 طن من 3 من ناحية الشمال موجب بوزيتيف 3. طيب تعالى كده نرسم لك بس ده كده هنا. ماشي. في حاجه صح، الحته اللي فاتت دي النورمال فورس دايجرام في اللينك ممبر احنا ما كناش عملناه، هو بس انت عندك هنا 10 عامله كده، طالما انت جوه وعامله كده فدي دي كده يبقى كومبريشن، فدي 10 طن كومبريشن اهي، 10 طن كومبريشن، عشان انت لما حسبت لقيت 10 ايه، وانا طالما انا جوه وبشاور لبره فاللي بره بيضغطني، دي حته بتلخبط الناس برضه يعني. معلش يا باشمهندس انا ايه، هرجعنا بس خطوه لورا. اللينك ممبر ده فيه فورس، انا اظن ان انتوا اتعاملتوا في الموضوع ده مع البيمز برضه، بس انا بفكركم عشان دي بتلخبط الناس. الفورس بتاعتي لو اللينك ممبر جوه الفورس الانترنال اللي جواه بتزق لبره، يبقى هو شايل كومبريشن، ده معناه ان الفورس اللي عليه من بره بتزقه لجوه عشان هما يعملوا ايكوليبيوم مع بعض، فكان شايل 10 طن كومبريشن، دي احنا نسيناها في الدياجرام اللي فات. اتفضل يا باشمهندس، معلش ايه قطعتك. اطلع 3 في اتجاه السهم بوزيتيف. تمام، انا همشي في اتجاه راس السهم وهمشي لحد ال 3 طن واقفل الشكل على كده. تمام، 3 طن بعدين. تمام، هروح على الكاميرا. تمام، في 4 طن بتأثر على بي. في 4 طن بتأثر فين؟ أنا عندي هنا بي وعندي هنا سي. بي على بي.
ماشي، عندنا 4 طن و 6 عكسها يبقى 2 طن لتحت، 2 طن لتحت. تمام انا هنزل امشي 2 طن في نيجاتيف. ماشي لحد 6 طن، هطلع فوق 4، هطلع فوق 4 ونمشي وانس في الاخر وقف للشكل الاربع. طيب هل اللينك ممبر عليه شير؟ لا لا بزيرو. ماشي، هل الحل ده صح؟ ان شاء الله. طب حد تاني يا باشمهندسين ايه رايك؟ انت شايف في عندك حاجه مش مظبوطه؟ في حد شايف ان في حاجه ممكن تبقى ايوه مش ايوه ايوه في يعني مش فاكر القوه اللي عند الثلاثه ديت اللي عكس الثلاثه، مش شايفها كام بالظبط، يعني ممكن تكون غلط. دي 8 يبقى 8 بهطلع 5، يبقى هتمشي 5 في انهي اتجاه؟ لا 11 مش 11 تمشي 11. هو انت هنا داخل بالثلاثه من عندي تمام داخل بالثلاثه. طب واحد هطلع واحد. فوق هطلع فوق بالثلاثه زي ما انا. انت مشيت هنا بالثلاثه صح؟ جيت هنا قابلتك 3 بالنيجاتيف و8 بالبوزيتيف، يبقى 3 كام؟ ال 3 هتكنسل ال 3 هيفضل ال 8 بس. تمام تمام، فهكمل في نفس الاتجاه بتاعي عشان هي معايا. تمام ماشي. لو جينا بصينا على الحل هتلاقيه برضه ايه، هو عاكس الفرض بتاعه كله بس مش مشكله يعني. تمام تمام ماشي. ايه ليك ده؟ تمام. حد تاني يحل معانا البندنج مومنت؟ ماشي مع حضرتك. اتفضل يا باشمهندس. على ايه؟ على نضيف لك الحاجه. هو انت حد غيره ولا انت مين انت ولا اسمك ايه؟ ايوه انا. هو ايوه هو. طب ايه، وانت ما فيش حد فيكم عايز يحل ولا ايه؟ حلها انا عادي يعني، مفيش مشكله، انا بس عايز ايه اشوف الناس هتفكر في ايه عشان نفكر بعض يعني. احنا خلاص السكشن مش فاضل فيه حاجه يعني، بس ايه انا عايز اجيب اخركم يعني. في حد تاني حابب يحل ولا انا هحلها؟ انا ما عنديش مشكله، خلينا نخلص يعني. لو الناس مفيش حد عايز، مفيش حد شايف ان هو محتاج يجرب حاجه، فانا اقول لكم اللي فاضل وخلاص خلصنا. طيب لو كده يبقى انا هشرحها انا، مفيش مشكلة. بصوا يا باشمهندسين، ممكن نشرحها، بلاش نشرحها هنا على طول، تعالى اهو. أنا عندي ده الفريم بتاعي، أنا جيت عندي المومنت هنا تحت 39، رسمت ناحية دلسة 39، همشي هنا، هاجي هنا كده هلاقي إن المومنت بتاعتي قلت علشان خاطر التلاتة دي ليها مركبة، بضرب التلاتة في 5، تلاتة في 5 في 15، يبقى لما أجي هنا كده هيبقى عندي المومنت بتاعتي 39 ناقص 15 ب 24، وبعدين حاجه هنا الاقي عندي فورس كده ب 8، فلما الاقي انا هنا 8 دي كده كده مش محتاج احسب تاني عشان انا عارف ان انا لما اجي هنا اكيد هتطلع المومنت بتاعتي بصفر. وبعدين لما اجي هنا عشان احسب، انا عندي هنا 4 في 2 ب 8، فدي كده 8، وعندي هنا مفيش اي فورسز في النص، فانا هكمل بخط مستقيم، موضوع بسيط جدا هتبقى متعود. واللينك ممبر بتاعي عليه المومنت بصفر، فاهي 39 24 و8. هو انا احسب المومنت عند اللينك ممبر حتى لو مفيش قوه مؤثره عليها؟ هو انا بحسبها هنا علشان خاطر في هنا فيكسد ايه، انا قلنا لك تحسب المومنت فين؟ تحسب المومنت لما بيقابلك كونسنتريتد لود صح؟ ما انت عندك اللينك ممبر ده لما انا قطعته في هنا كونسنتريتد لود، فانا عشان كده حسبت المومنت عندي. تمام تمام تمام. يا باشمهندس بس ال 24 جت ازاي بالظبط؟ معلش. طيب ال 24 تعالى كده هنا يا باشمهندس وخد معايا كده المومنت، قول لي هنعمل ايه. انا عايز اخد المومنت عند النقطه دي، خلي بالك من نقطه انا كنت قلتها لكم، قلت لك الهنج ده كده لينك ممبر، يعني الممبر من هنا شايل مومنت عادي ومن هنا شايل مومنت عادي. انت فاهم النقطه دي ولا دي مشكلتك اصلا؟ هو انا اصلا دخلت متاخر، اصلا كنت بحسب السكشن الساعه 8، قلته فجاه بيقولوا الساعه 6، فعموما يعني عادي خلاص، بس طيب. هكمل المساله عادي. اقول لك حاجه، اقول لك انا حاجه. طيب هقولها لك. بص
انا طالما انا عندي هنا الهنج ده، ده في فرق بين الشكل ده وفي فرق بين الشكل ده، دي حته من الحتت اللي بتلخبط الناس جامد. في فرق بين ان انا اعمل كده، دي كده معناها ايه؟ معناها ان انا لما اجي احل الشكل ده، لو الهنج بتاعي قاطع العمود بتاعه، بص العمود بتاع الفريم مقطوع وهنا الكاميرا بتاعت الفريم مقطوعه، مبدئيا الشكل ده انستيبل. ليه؟ انا حاطط هنج هنا، فانا بقول لك ان الحته دي المومنت عليها بزيرو، ده معناه ان هي مش هتقدر تشيل ده، ما ده هيعمل لها مومنت فهتقع. انما دي كده انا بقول لك انا ساندها على هنج. في فرق بين كلمه انا ساندها على هنج وانا قاطعها بهنج، دي اول حاجه انا عايزك تاخد بالك منها. الفرق بين ان الهنج يبقى داخل جوه الاليمنت وان الهنج يبقى ساند، سانده بس من تحت، سانده بس من تحت، يبقى ده ايه؟ لينك ممبر اللي انت عارفه، شيله ومحطط لي هنا اتنين رياكشنز. قطع الممبر ده حاجه ثانيه بقى، ده انترميديت هنج عنده المومنت بصفر. بس انا متهيالي دي ما كانش سؤالك، بس انا قلتها يعني عشان لو انت مش عارف. خلينا بقى اشوف ايه مشكلتك الاساسيه، قول لي بعد اذنك. هو المومنت اللي هي 24 جت ازاي؟ المومنت اللي هي 4 ماشي، حلها معايا. تمام، يعني احنا دلوقتي يعني دلوقتي في 3 في 5 ب 15، تمام؟ 3 في 5 ب 15 عندي جاي من الناحيه دي كده، تعال نشوف. ماشي، بتساوي 15. 15 دي انا هفترض ان الاتجاه ده هو البوست، ماشي، ونشوف هيطلع معاه ولا لا. ماشي، والناحيه الثانيه عندي 39. ايوه دي لها فوق. ماشي، فهي عكسها. تمام ماشي، لو لو طرحنا دول من بعض هيطلع النتيجه عندك 24 ببساطه. تمام. يعني الموضوع رياضيا بحت. تمام. شكرا. شكرا لك يا هندسه. لحد هنا انا شايف الموضوع بسيط، ممكن دي يبقى شكلها معقد شويه، بس هي ايه؟ مساله سهله يعني، ما فيهاش اي حاجه. لو جينا نحلها هتلاقي ان الموضوع معاك سريع. اول حاجه النورمال فورس دايجرام بسرعه، انا جيت هنا مفيش عندي غير ال 18 دي نورمال، ممكن الموضوع يبقى خضكوا بس يعني هي شكلها يخض، دي تقريبا اكتر حاجه شكلها يخض، و يعني دي حتى دي شبه مسائل بتيجي لناس اكبر منكم شويه، بس هو الموضوع بسيط. انا ده قطعت هنا وبصيت من تحت ما لقيتش غير فورس واحده اللي هي ال 18. هنا لما جيت هنا قطعت كده عشان ابص، فلقيت ايه؟ عندي الخمسه والثلاثه يعملوا لي الثمانيه، بس فين؟ يعني عندي هنا ده كان تليفر، لو قطعت فيه ثانيه عشان الحاجه ما تلخبطش، بس ده كان تليفر حلو لوحده كده عشان ما يلخبطنيش. الكانتليفر ده من بره هنا ما عليهوش اي فورس فهو بزيرو اهو. لما الاقي كانتليفر احله لوحده الاول عشان ما يلخبطنيش، بعد ما حليته اجي ابص على دي، فدي الحته دي بقى هي اللي عندها هجمع الثلاثه والخمسه ادوني 8، رسمتهم عادي جدا. الحته دي لو ملخبطه حد فيكم بعد اذنكم ايه يعني ما يحركش يقول، يعني عشان هي الفريمز مشكلتها انك هتتلخبط في حاجه يعني، لكن هي كحاجه صعبه هي ما فيهاش حاجه صعبه. عندي هنا 3 طن وعندي هنا ايه 6 طن. لو انا هحل الكانتليفر ده لوحده، انا قلت لك دايما هنحل الكانتليفر لوحده، ده كانتليفر اهو عليه 6 طن، وبعدين ده برضو هيتحل زي ما يكون كانتليفر اهو. انا هقطع القطعه دي هتلاقي ان النورمال عليه هو الثلاثة طن دي، ومن حسن حظك ان انت لو حسبت من تحت برضو الموضوع سهل فهتكمل بالثلاثة طن على طول، فده النورمال فورس دايجرام بتاعك. شير فورس دايجرام ممكن يبقى شكله رخم شويه، بس هو الموضوع لما بنقسمه بيبقى بسيط يعني، يعني انت لو ماشي هنا مش هتلاقي فيه اي مشكله في اي حاجه. انا هنا مشيت مع السهم رسمتها، طلعت لجوه فرسمتها نيجاتيف، بعدين قابلت لي ثلاثه معايا فرسمت جمعتهم على بعض بقت 8، خلاص انا خلصت الممبر ده. اجي لو انا هخش في كاميرا فيها كانتليفر احل الكانتليفر الاول، دي اول حاجه لازم اعملها. شير فورس دايجرام انا عندي دي في ايه هنا غلط، دي ب 6 دي مش ب 8، الرقم ده ب 6 ده مش 8، عشان خاطر انا عندي الديستريبيوت لود ب 3 والمسافه ب 2 فدي ب 6، دي غلطه هنا، فيبقى عندي هنا 6 طن. 6 طن لما اجي بقى انا احل البيم دي، فانا هقطع ده كله واجمعه من الناحيه دي، يطلع عندي ال 18 عكسها ال 6 فيطلع عندي ال 12 دي، وبعدين هلاقي ان عندي الديستريبيوتد لود عكسها فهوصل هنا بالصفر. دي برده سهله كل واحده مع اتجاهها، وهنا برده سهله جدا الحته بس اللي هنبهك ليها. انا جيت هنا رسمت عكس راس السهم، رسمت ناحيه دي للسهم ونفس الكونفنشن بتاعي انا ماشي بيه. بس والبندنج مومنت دايجرام ما اظنش ان في حاجه صعبه يعني، فلو حد فيكم عنده اي اسئله يقول لي، اي اسئله يقول لي، غير كده يعني ايه
انا بشكركم جدا على النهارده. ممكن بس لو المساله اللي فاتت المساله اللي فاتت مش دي اللي دي فين المشكله؟ الانترميد الانترنال فورس اللي في اللينك ممبر بس عايز احسب دي المساله دي هي اللي فيها لينك ممبر المساله اللي فاتت. ايوه هي دي ايوه تقريبا ايوه هي دي. ايه بقى المشكله اللي عندك؟ الانترنال فورس بس اللي في اللينك ممبر فبتلخبطنا حبتين. تعالى بص انا لو قطعت هنا كده ماشي هيبقى عندي الشكل ده عامل كده، عندي دي هنج فانا عارف ان المومنت هنا بزيرو صح؟ تمام. وعندي دي باربعة وعندي هنا فورس بإف، انت عارف ان اللينك ممبر بيشيل فورس في اتجاهه بس تمام؟ ايوه تمام. انا عارف الزاويه دي، انا عارف الزاويه دي من الابعاد بتاعتها، وانا بقول لك يعني لما تحسب كده ساين وكوساين هتلاقي دي ب 0.6 اف ودي ب 0.8 اف تمام؟ عرفت منين؟ هقول لك دي 3 و4 والمسافه دي 5، فاللي ناحيه ال 3 هي 0.6 واللي ناحيه ال 4 هي 0.8 اكيد يعني الموضوع ده بسيط وسهل. فتعالى ايه عشان ما نتلخبطش اهو اهو ده كده انا حللتها فبقت دي فورس اللي عندي. وانا لو خدت المومنت حوالين الهنج ده كده تعالى كده نشوف المسافه دي عندي كده ب 4 وفي هنا 2 فتعالى خد المومنت تاني هتلاقي الاربعه دي 4 في 6 بقى 20 ماشي بتلف كده والثانيه دي البوينت 8 دي المومنت بتاعتها بصفر. ليه؟ عشان هي اصلا باراليل لي هي اصلا جايه على الكاميرا يعني مفيش مسافه عموديه بينها وبين الكاميرا يعني مفيش مم. مسافه في الاتجاه ده هي عليها فهي متقاطعه مع الهنج بتاعي فالفورس ما بتجيبش مومنت على حاجه هي متقاطعه معاها فهي متقاطعه اصلا مع الهنج متقاطعه مع النقطه دي فمش هتجيب مومنت فيبقى لي ايه البوينت 6 دي هيبقى ناقص 0.6 اف في 4 صح ولا غلط؟ صح. طيب الكلام ده بيساوي 0 عشان ده انترميديت هنج. لو انت حليت دي رياضيا لو انت جبت كده دي هتلاقي 0.6 في 4 اللي هي دي ب 2.4 الاف وخدناها الناحيه الثانيه فبقى دي بتساوي 24. لو جيت تحل هتلاقي الاف بتساوي 10. انا هحط هنا ال 10 بص انا فرض الاتجاه ده كده اهو 10 ال 10 دي اتجاهها اهو لو السهم بيشاور لبره جوه الممبر يعني انا اهو انا رسم جوه الممبر وبيشاور لبره يبقى انا كده عليا كومبريشن عشان انا لو جيت اعمل هنا ايكوليبريم هتلاقي اللي بره بيضغط عليا فده كده شايلها تمام يا فندم تمام تمام في حد عنده مشكله في اي حاجه؟ لا كده تمام شكرا ليكم يا باشمهندس.